Ouais. Good morning, dear students. Under the supervision of the Ministry of Education and the e-learning department, with you today, Mrs. Hiba Mubarak from Al Arish. And also we have with us Mrs. Sabah Al-Balkimi from Alexandria. Today we are your presenters. With us, Mr. Osama Abdus Salam and Mr. Muhammad Al-Gindi as producers. Ms. Sabah, good morning. Good morning, Ms. Heba. This is time for English. Today we are going to revise Unit 7, 8 and 9, Grammar and Vocab, Prisoner of Zenda, and also we're going to practice translation. Let's start. Let's start. Okay, we are going to start with the passive form and causative. You know, Ms. Heba, that the passive is one of the most important grammar points. وطبعا يا اولاد احنا عارفين ان ما بيخلوش امتحان ابدا من الباسيف، لازم يكون في باسيف. وكمان الكوزيتيف درس مهم جدا السنه دي عليكم ولازم ان شاء الله نتقنه جدا. اوكي؟ ان شاء الله بعد ما نخلص كده شرح الباسيف فورمز هتلاقوا ان الموضوع بسيط جدا وهي تركيه صغيره، حاجه كده صغيره بنعملها بس في السنتنس بتخلينا نفهم كل الباسيف من اوله لاخره بكل القواعد بتاعته. يعني هي مجرد سمول تريك، حاجه كده صغيره بس بنغيرها في الجمله بتبقى الموضوع بسيط جدا لو فهمنا الجنرال رول. يعني الباسيف فورمز عندنا ليه جنرال رول. الجنرال رول بقى يا مس صباح بتكون ايه؟ عايزين نعرف الاول الاستخدام بتاع الباسيف. What is the use of the passive؟ احنا طبعا بنستخدم الباسيف يا اولاد لما يكون الاوبجكت اهم عندنا من السبجكت. We use the passive form when the action is more important than the subject. الحدث هو اللي مهم مش الشخص، مش مهم مين اللي عمل، المهم الشيء اللي اتعمل، الحاجه اللي اتعملت، الاوبجكت او المفعول اللي هنبدا بيه الجمله. ده بقى يدخلنا للايه الفورم بتاع الباسيف. احنا قلنا ان the more important is the action not the subject. انا مهم عندي دايما الاكشن نفسه. طب احنا متعودين ان any sentence in English لو بكون اي جمله لازم هبدا بسبجكت. طب الباسيف بقى، طب انا بقول ان السبجكت ده مش مهم، طب هعمل فيه ايه؟ طيب انا السبجكت ده ممكن استخدمه في الجمله بس بستخدمه ايه؟ يعني حاجه كده مش مهمه بذكره ممكن في نهايه الجمله. طب اعمل ايه علشان ابدا جمله صح؟ اجيب الاوبجكت in the beginning of the sentence. هستخدم الاوبجكت هو المهم عندي and the verb بعد كده هبدا بقى اعمل فيه التركيه الصغيره اللي احنا بنقول عليها دي. احنا لازم يكون عندنا دايما verb to be، صح يا مس صباح؟ عندنا دايما verb to be مع اي زمن موجود معانا، present simple بقى continuous future هنشوف دلوقتي، وبعد الverb to be ده حسب الزمن هنحط بعده الpast participle هو التصريف الثالث للفعل، الشكل الثالث من الفعل. احنا عارفين طبعا احنا عندنا 3 forms، عندنا 3 اشكال للفعل، الانفينيتيف والpast والpast participle. اللي يهمنا هنا بقى في الباسيف الpast participle مع الverb to be اللي هيكون لايق على الزمن بتاعنا. طب نشوفهم كده زمن زمن يا مصطفى كده مع بعض. يعني يعني بس الخص اللي قلتيه يا مس هبه ان الجمله في الاكتف بتتكون من سبجكت وفيرب واوبجكت، فاعل وفعل ومفعول. اما في الباسيف انا هبدا بالاوبجكت، احط فيرب تو بي المناسب زي ما قالت مس هبه مع الزمن، وبعدين الباست بارتيس. نشوف بقى كده اول تنس عندنا البريزنت سامبل ازاي بكونه بقى في صيغه الباسيف. شايفين الاكزامبل الجمله العاديه الجمله الاكتف وي اولويز تيك ذا باتلز for recycling. دي جملة active، جملة فيها subject اللي هو we، وبعدين فيها verb اللي هو take، وبعدين فيها object اللي هو the bottles. لما اجي اعملها passive ببدأ بايه؟ ببدأ ب the bottles، وبعدين بحط verb to be المناسب للزمن ده. الزمن ده present simple، يبقى verb to be عندنا فوق اهو am او is او are. ف the bottles جمع، يبقى bottles هتاخد ايه؟ the bottles are. The bottles are always taken. شايفين احنا غيرنا الverb خليناه past participle. The bottles are always taken for recycling. جميل جدا. طيب. Test yourself بقى، prepare yourself. لو معانا كده شباب حلوه في الـ Q&A ممكن نكتب الاجابات بتاعتنا ونشوفها مع بعض.
لو انا بقول اتفضلي at prison all prisoners space for any harmful thing every day at prison هنقول ايه search or searched have searched had searched احنا عندنا every day هنا في الجمله تقول لنا دي the keyword لانه tense ال present simple طالما عندي every day في الجمله يبقى ده على طول present simple يبقى ادور على ال verb to be plus pb اللي لايق مع الزمن ده لان الجمله passive ها ممكن نختار ايه search or searched have searched or had searched ها ممكن نجاوب عبد الرحمن ممكن يجاوب طبعا ها بيقول انا عايز اجاوب طبعا جاوب يا عبد الرحمن جاوب يا عبد الرحمن اتفضل prisoners are searched احنا هنختار هنا ايه are searched عبد الرحمن قال لنا ولا لا لا لسه بقى النت بطيء شكله عنده يعني يصرح الاجابه شويه طبعا احنا عايزين يا اولاد ناخد بالنا كويس جدا ان احنا لما بقرا الجمله لازم تحدد هو بريزنر صباح مارو كاتب لنا الاجابه دي very good مارو طبعا يا مارو انت اول ما بتشوف كلمه prisoners لازم تحدد هي دي السبجكت بتاع الجمله ولا هي دي الاوبجكت يعني البريزنر هو اللي هيقوم بالفعل سيرش هو اللي هيفتش ولا هيتفتش لا ده البريزنرز السجناء دول بيتفتشوا يبقى prisoners are searched جميل جدا right ومعانا حسين برضو كاتب الاجابه دي برضو حسين very good حسين excellent اوكي الزمن اللي بعده مس هبه عندنا البريزن بقى continuous passive طب احنا قلنا البريزن simple am is او are طب انا لو عندي بقى present وcontinuous لازم طالما في continuous الدلاله عندي ان يكون في ing طيب هحط ال ing دي فين وانا لازم يكون عندي past participle verb لازم الفعل يكون في التصريف الثالث طب اجيب بي بقى واحط لها ال ing هيبقى مع am و is و are being plus the past participle نشوف الاكزامبل اللي معانا in the active the chef is preparing lunch now الجمله عاديه جدا present continuous the chef is preparing lunch now عندي now keyword للpresent continuous و is preparing الفعل طب هعمل ايه عشان احولها لباسيف اجيب lunch اللي هي الاوبجكت in the beginning of the sentence lunch is being prepared is اهي الverb to be اللي هو بتاع السنتنس اصلا اللي هو بتاع الجمله بتاعتي انا لسه ما جبتش بتاع الباسيف فين بقى الverb to be اللي احنا قلنا لازم نستخدمه للباسيف being is being prepared now يبقى launch is being prepared now this is the present continuous passive تمام يا مستر بس بس قبل ما يتست ذا سيلف زي مستر عايزه اقول لهم لو هو جايب لك في الاختيارات is being prepared ولا is prepared وعندك الكي وورد ناو طالما بيقول لك ناو يبقى انا لازم اختار continuous is being prepared اما لو زي الجمله اللي قبلها بيقول لك مثلا launch is prepared every day بتحضر كل يوم يبقى انا لازم اخد بالي من الكي وورد اللي بتدل على التنس يعني اربط التنسز اللي احنا خدناها قبل كده بالباسيف ما هو انا مش هعرف احل الباسيف صح الا لو عندي اصلا معرفه بالتنسز من قبل كده بالزبط. عارف الكي وردز كلها بتاعه البريزنت سمبل والبيرفكت والفيوتشر وكل الايه الازمنه أوكي. طب تست يور سيلف نشوف بقى الحلوين الشاطرين بيكتبوا ايه عندنا هنا كلمه لوك سام فلاورز باي ذوز تشيلدرن فور تودايز سبرينج فيستيفال كلمه لوك بقول لك بص الولاد بيرسموا او الزهور دي بتترسم لوك سام فلاورز باي ذوز تشيلدرن فور تودايز سبرينج فيستيفال بندروم عندي لوك دي كي وورد للبريزنت كونتينوس هدور على طول على الاي ان جي يبقى انا عندي تو اوبشنز هبص عليهم ما حيرش نفسي يا ار بينج درون يا وير دروينج طب انا الفلاورز دي مش هي السبجكت انا محتاجه اعمل باسيف يبقى اروح على طول للجمله اللي فيها ار بينج درون رايت فيوتشر سامبل باسيف لما بيكون عندي ويل وطبعا دي هتربطني كمان بكل المودلز يعني ويل او وود كان او كود شال او شود لما احب اعملها باسيف هحط وراها بي يبقى هتبقى ويل بي في الباسيف يعني لما اقول ذا تيتشر ويل مارك ذا اكزام يبقى ذا اكزام ويل بي مارك عندي انا برضه تومورو في الجمله يا مس صباح ياخدوا بالهم ان الكي وورد باينه اهي تومورو بالظبط كده اوكي تيست يور سيلف تيتشرز اتفضلي مس هبه The teacher says that a new subject space next week. أنا عندي next week. أدور بسرعة في الاختيارات على الفيوتشر. طب أنا إيه بقى عندي إيه؟
will be taught is going to teach برضو تمشي future will teach. طب انا عايز ايه؟ لا انا ادور اشوف الجملة دي قلنا نشوفها هي passive ولا active. passive يبقى ادور على الحاجة اللي معاها verb to be، يبقى على طول هختار will be taught. will be taught. اه عندنا will be، ما ينفعش اقول السبجكت will teach، مش هو الدرس، مش هو اللي هيدرس، ده هو هيشرح بالظبط. اكسلنت فيرونيكا، جاوبت معانا، برافو عليك يا فيرونيكا. نفس الحكايه هنا يا اولاد، كنا بنقول كل المودلز، كل المودلز هتاخد برضو بي زي ويل، فلو عندي كود هتبقى كود بي، لو عندي شود هتبقى شود بي. وي كود سي ماني تورست ان ذا بول، ماني تورست كود بي سين ان ذا بول. The government is going to build a new road. برضو ناخد بالنا هنا من أي expression نهايته to. أي حاجة نهايتها to برضو هتاخد be. يعني عندك is going to, use to, need to. أي حاجة نهايتها to لما أجي هعملها passive برضو هتبقى to be. The government is going to build a new road. يبقى a new road is going to be built. A new road is going to be built. Test yourself. Test yourself. Could your math problem. Could. عندي هنا could. على طول أدور على الانفينيتيف. بعد could. طب فين الانفينيتيف؟ Be solving. Be solved. Solved. Being solved. هل الماث problem هتتحل لوحدها ولا حد اللي هيحلها؟ طبعا هنا إيه؟ بيحاول يلخبطني من السبب. حطيت لي be بس وراها ing. ing. اه يعني. لكن احنا عايزين be وراها ايه؟ past participle عشان يبقى passive. يبقى على طول هروح ل be solved. Solve. Okay. Past simple passive. تفضلي مسابة. Past simple passive احنا قلنا دايما عندنا verb to be مع past participle. طب ايه الverb to be بتاع past simple اللي ممكن استخدمه؟ في present قلنا is و am و are. طب في past direct هقول was and were. هما دول الverb to be اللي بستخدمهم دايما في past plus past participle. طب نبص على example كده. The government built a new school in the village last year. دي الاكتف. الجوفرمنت او السبجكت بتاعنا. built الverb a new school ده الاوبجكت. طب هحول الجمله للباسيف. هعمل ايه؟ a new school دي هتتحرك معانا لان هي الاوبجكت هبدا بيها. طب وهعمل ايه في الverb built ده؟ past استخدم معاه يا was يا were. طب new school ايه اللي لايق عليها؟ هتبقى was. a new school was built in the village last year. وده الباسيف بتاعنا في الباست. طب يلا test yourself. As soon as I the good news I got excited. طبعا هنا ميس هبه يمكن ما فيش keyword بتدل على التنس، ولكن عندي الفيرب هنا ايه؟ الفيرب هنا got excited. Past. يبقى انا كمان لازم هاخد الفيرب هنا يكون past. بمجرد ما انا عرفت الاخبار او اتقالت لي الاخبار I got excited. يبقى انا حتى لو ما فيش كي وورد انا بص في الجمله كويس واشوف الفيرب بتاعها ايه. الفيرب بتاعها باست، يبقى انا همشي في الباست. As soon as I was telling، هو انا اللي كنت بقول الاخبار ولا انا عايزه اقول اتقالت لي الاخبار؟ وانا عايزه اوضح لك ده هنا على طول. على الفيرب تو بي والباست بارتيسيبل ادور عليهم بسرعه. اكسلنت فيرونيكا قالت بي، الاجابه بي واز تولد. انا كنت عايزه اوضح لهم يا ميس هبه ان تملي مش شرط ابدا يكون شيء هم مرتبط معاهم الباسيف، انه يكون شيء لا ممكن يكون شخص. هو I was told the news. انا اتقالت لي المعلومات، مش I was telling، مش انا اللي كنت بقول المعلومات، لا ده I was told، انا اتقالت لي الاخبار دي. يبقى انا برضه برضو يا جماعه جاوب برضه was told عبد الرحمن. Very good عبد الرحمن. فيرونيكا good job. احنا عايزين more than one student to participate. يلا كده الاكتيفيتي كده يبقى عندنا كمان الباست كونتينيوس. باست كونتينيوس نفس البريزنت كونتينيوس. لو احنا فهمنا القاعده بتاعت البريزنت كونتينيوس يا مصباح، يعني مش يعني لازم يبقوا رابطين الازمنه ببعض برضو عشان يبقوا فاهمين. عندي كونتينيوس يبقى لازم يبقى فيه اي ان جي. هحطها فين قلنا؟ في بينج. طب جميل جدا، معايا الفيرب تو بي بتاعي اصلا موجود اللي هو واز اوير. ده مش انا اللي انا جايباه، ايه اللي انا جبته في الباسيف؟ being. زي الاكزامبلز يوم الصباح كده اللي هي they were decorating my house all day yesterday. all day طبعا الكيورد اهي على طول all day yesterday، عشان كده استخدمناها continuous. حد يقول yesterday دي keyword بتاعت الباست بس؟ لا، ما انا عندي قبلها all day هي اللي عرفتني ان انا عندي ده continuous. يبقى the house الاوبجكت هيجي في بدايه السنتنس was being
decorated. هي being اللي أنا جبتها وحولت الفعل لل past participle. When my father came home. يلا test yourself. I borrowed my friend's car while mine. طبعا احنا عارفين كلمة while دي وحافظينها كويس قوي ان هي من الكيوردز بتاعت الباست كونتينيوس. I borrowed my friend's car while mine. يعني while my car. انا استلفت عربيته بينما عربيتي انا بيحصل لها ايه بقى؟ عربيتي بتتصلح. While mine repaired, is repaired, was repaired, was being repaired. بعد while على طول continuous. Past continuous هستخدم ايه؟ في حد بيجاوب معانا؟ هتبقى مارو طبعا مجاوب. مارو excellent student مارو. And Veronica. Veronica دي برضو. Veronica. برافو عليكم يا اولاد. Present perfect tense. Present perfect طبعا واحنا كنا شرحناه لكم قبل كده وقلنا احنا امتى بنستخدم ال present perfect. طبعا هو تكوينه have or has plus ال past participle. في ال passive بقى بيبقى have or has been plus past participle. يعني أقول actors have used the hotel in many famous films. طبعا الجملة دي ما فيهاش keyword بيدل على present perfect. لكن احنا عارفين لو الجملة ما فيهاش time reference ما فيهاش حاجة تدل على الحاجة دي حصلت امتى بالظبط بنستخدم فيها present perfect. يعني انت لو ما لقيتش حاجة تدل على الزمن استخدم present perfect. Actors have used the hotel in many famous films. يبقى the hotel has been used. طبعا hotel عشان مفرد اخد has ما ياخدش have. The hotel has been used. تمام؟ Test yourself. All the cakes in that shop by my aunt. She works there. ها نشوف بقى ايه احنا قلنا ما فيش هنا تايم لاين وما فيش عندنا كيورد يعني الا يعني نشوف كده ندور كده ما فيش كيورد واضحه بس اشوف ايه الجمله ممكن تبقى في انه تنس. All the cakes in that shop by my aunt she works there يعني هي شغاله هناك والكيكس دي موجوده جوه الشوب يعني الحاجه موجوده اثرها موجود اتعملت بس موجود هيبقى ده انه زمن. ها في حد هيجاوب معانا كمان الكيكس مش هي اللي عملت يا مسابه احنا عايزين نقول الكيكس اتعملت يبقى احنا بندور على الباسيف. جميل فيرونيكا اللي هو الفرد اكسلنت فيرونيكا هاف بن ميد فيرونيكا اند عبد الرحمن اكسلنت عبد الرحمن هاف بن ميد اكسلنت. اوكي باست بيرفكت طبعا الباست بيرفكت ده يا اولاد لازم يكون فيه تو اكشنز حصلوا في الباست. الحاجه اللي حصلت الاول هي اللي بنخليها باست بيرفكت. Past perfect اللي هو تكوينه had والpast participle لما بنعمله passive بيبقى had been والpast participle. يعني أقول mother hadn't made the bread before we went to bed. دي جملة active عندنا طبعا keyword هنا اللي هي before جاي قبلها هو الpast perfect وجاي بعدها past simple. طب لما بنعملها passive ونبدأ the bread hadn't been made before we went to the bed. To bed. Test yourself. The thief اهي برضو before قدامنا اهي على طول هنروح لانه زمن before he tried to escape. ها the thief ادور على طول انا عندي two options فيهم had. طب had been arrested ولا had arrested اشوف هو the thief ده هيقبض على نفسه يعني ولا هيقبض عليه اكيد هيقبض عليه الإجابة هتكون انه بقى ال had arrested ولا had been arrested. يعني السبب هنا قالت لنا ان قبل before past perfect فعندي اثنين past perfect had arrested و had been arrested فأنا طبعا عايزة أختار بقى الأكتف ولا الباسف فيهم had been arrested حد جاوب؟ هما كلهم مجاوبين سي لا حسين مجاوب بي حسين مجاوب بي يا جماعة برضو حسين أيوة وجدوا بي جدوا بي وحسين بي فيرونيكا بي أيوة yes excellent. اوكي دلوقتي بقى فيها مس كده شويه نوتس كده احنا كده غطينا التنسز اللي هي ابسط حاجه في الموضوع ان انا عارف التنس وبعمل الجمله الباسيف العاديه خالص. في شويه نوتس بقى لازم نلاحظها وناخد بالنا منها قوي لان هي دي بقى ممكن تكون بتفرق قوي في دي اللي بتيجي في الامتحان بقى والحاجات التريكس كده. فعندنا اول حاجه ان في حاجه اسمها اولاد intransitive verb ده cannot be used in the passive form. يعني ايه intransitive verb؟ يعني ما بياخدش اوبجكت هو ما بياخدش وراه مفعول فهو ده عمره ما هيتعمل في الباسيف.
يعني مثلا هنا الاكزامبل بيقول لك the accident occurred، هي الاكسيدنت حصلت، هي حدثت، مفيش بقى مفعول، فهنا مفيش الجملة دي ما بتتعملش اصلا passive، فاقول the accident occurred early in the morning. طيب test yourself بقى نشوف الجملة دي. Their bus space down while they were coming to school. Their bus. انا ما فيش يعني ما فيش هنا subject اصلا في الجملة اساسها كده، يعني مش هي جملة وتحولت لباسيف، لا their bus ايه down. يعني انا عايز اقول الباص إيه؟ عطل يا مس هبه، هو عطل بالظبط، عطل مش حد اللي عطله، يعني مش حد اللي عطله، يعني مش مفيش هنا باسيف، لا هي الجمله كده الفيرب بتاعها هيكون فيرب بقى اساسي، مفيش باسيف، مفيش فيرب تو بي معاه. طب هيكون ان واحد has broken broke، ادور اشوف ايه الكي وورد اللي ممكن تساعدني. انا عندي هنا while، while دايما متعودين انها يجي قبلها باص سامبل وبعدها continuous. طب فين بقى الاجابه؟ حد هيقول ولا نقول احنا؟ Their bus broke down while they were coming. هتبقى broke. Yes, excellent. Veronica, Veronica مجاوب سي برضه يا جماعه. Excellent. Very good Veronica. وطبعا دي من الحاجات المهمه جدا يا اولاد، لما اقول مثلا الباص broke down او the accident occurred او the house collapsed، هنا انا مش محتاجه اعمل passive. تمام. طب كمان في نقطة تانية، إن verb to do changes into verb to be in the passive form. verb to do يعني لو عندك did أو does أو do، دي بتتغير إيه ليه verb to be. يعني أنا لو عندي مثلا شوف example، عندي the police don't allow big cars in the city center. The police don't allow big cars. لما أنا هبدأ ب big cars وأجي أعمل passive، هقول big cars aren't allowed. يبقى انا كلمه don't هنا اتغيرت لايه؟ ل aren't، يعني verb to be. على النيجاتيف، لازم احافظ على النيجاتيف. هو كده كده احنا عندنا لازم هنستخدم verb to be لايق على الزمن، بس انا هنا بقى النوت مهمه قوي ان انا اخد بالي ان طالما في نيجاتيف برضو احافظ عليه، يعني الجمله don't فهتبقى في الباسيف aren't. طب يا ميس هبه، ساعات الولاد وهم يجوا يختاروا النيجاتيف او هم بيعملوا سؤال، يا ميس اسال بدو داي ولا ار داي؟ طيب انا هنا في حاجه ملاحظه كده، ان انت عندك دونت بيجي وراها ايه؟ انفينيتيف، لكن ارنت هنا جاي وراها ايه؟ باست بارتيسيبل، عشان دي باسيف. يبقى انا اخد بالي هنا ذا بوليس دونت الاو، لكن هنا كارز ارنت الاود، ازاي هتحط دونت ويبقى وراها هنا باست بارتيسيبل؟ فلازم هتبقى ارنت الاود. تيست يور سيلف. Dinner space until my father had come. Dinner didn't finish, wasn't finished, ولا hadn't finished, ولا hasn't finished. هاي الإجابة إيه؟ حد هيقول لنا في الـ Q&A؟ مستر أسامة في حد بيجاوب؟ Dinner؟ لا، مش ظاهر حد دلوقتي. برضو هنا هتبقى wasn't finished، على أساس yes. إن أنا برضو ده passive، أنا الدينر مش هو اللي هيخلص، ده هيتم تحضيره، يبقى dinner wasn't finished. اوكي. طيب كمان في مسهبه حاجه مهمه جدا، ان احنا ممكن نكون بندور على الباسيف اللي هو فيرب تو بي والباست بارتيسيبل، بس مش لاقيينه، مش لاقيين فيرب تو بي. مستغرب، راح فين؟ ما توترش. لا ممكن بداله استخدم فيرب جيت. وي كان يوز جيت. بعد اذنك مس الصباح، السؤال الاخير في التيست يور سيلف، عندنا خديجه بتستفسر، انا مش فاهم السؤال ده. السؤال اللي فات؟ اللي فات. تيست يور سيلف. طب نرجع للسؤال اللي فات يا خديجة. Dinner until my father hadn't come. طبعا كتير يا خديجة حافظين ان قبل until didn't. كتير يا ميس هبة حافظين كده، هو قبل until لازم didn't وبعدها past perfect. انا فاهمة خديجة بتفكر ازاي، لكن يا خديجة دي الجملة هنا passive. فانا بدل ما هستخدم didn't هقول wasn't finished، يعني الدينر لم يتم تحضيره. بمعنى ايه يا خديجه؟ انا عايزه اقول لك لو انا عملتها اكتف، يعني هقول مثلا my mother didn't finish dinner until my father had come، كده هتبقى زي ما انت عايزاها خديجه بالظبط. didn't my mother didn't finish dinner until my father had come، لكن علشان هي passive فانا قلت ايه؟ dinner wasn't، لازم احط verb to be والpast participle. dinner wasn't finished until my father had come.
يا ريت تكوني فهمتيها كده خديجة. ايه مستر أسامة؟ هي الطلبة جاوبت على التست يور سيلف يا مس صباح. اللي هي دي. انا طيب ذا احنا جيت كنا يس عبد اوكي، احنا الرحمن بس كنا وبرو قال بنفكر الإجابة لخديجة. بي جوت فيرن طب staying احنا on بس speech all day مش هبه مش هبه لسه، بس يس مش شرحناهاش عشان الطلبة اه التانيين اللي لسه ما جاوبوش. We can يس use get instead of exactly verb to be. افكرهم بس ان احنا كنا بنقول لو مش لاقيين verb to be ممكن استخدم verb get بدل verb to be. فمثلا مع الفربات دي catch, arrest, damage, destroy, kill, marry، يعني اقول she got married، burn اقول she got burned، beat. فالاكزامبل يا مس هبه بيقول ايه بقى؟ The police caught the bank robbers. The police caught. احنا قلنا catch وتصريفاتهم طبعا احنا عندنا في اي زمن بقى من الازمنه catch هقول will catch caught has caught. المهم هيبقى عندي الفيرب catch باي تصريف من تصريفاته. طب احول الجمله للباسيف مش لازم اقول the bank robbers robbers are caught او were caught حسب الزمن بقى. لا انا عندي هنا past simple بقول the bank robbers were caught. لا ما انا ممكن اشيل verb to be دي واستخدم get. يبقى انت لو ما لقيتش وير كود، يبقى انت لو ما لقيتش وير كود ممكن تلاقي جوت كود. يبقى انت خد بالك قوي ان ممكن بدل فيرب تو بي ممكن يبقى فيرب جيت في الفصل. اوكي تيست يور سيلف. الناس اللي جاوبت بقى staying on the beach all day. اي ايه بقى حصل لي ايه؟ انا حصلت لي ضربه شمس كده. اي ايه هم جاوبوا لنا ايه السبب؟ اي جوت بيرن. عبد الرحمن ومار واكسلنت. برافو يا عبد الرحمن. اوكي عندنا نوت تانية كمان. اوكي عندنا نوت تانية مهمة برضو. If there is an adverb it's put before the past participle. لو عندك adverb هتحطه قبل ال past participle على طول. يعني لو بقول you must plan your work carefully هقول your work must be carefully planned. هحط الادفرب هحركه من مكانه اللي هو بعد الفيرب هحطه in between بقى الفيرب to be وال past participle. Okay, test yourself. I don't want anymore. I don't want. هنا في في نوت تانية. احنا بنتست هنا على نوت تانية اللي هي to والانفينيتيف change to be والباست بارتيسيبل. يبقى انا لو عندي to بخليها to be والباست بارتيسيبل. نفس النوت نفس اللي قلناه مع going قلناها to. قبل كده. احنا قلناها قبل نفس كده. اللي قلناه مع going to. ان طالما عندي to لازم احط infinitive be بعدها. يعني to tell. يعني I want you to tell me the truth. هنا verb want بياخد to. I want you to tell me the truth. يبقى لما اجي اعملها باسيف هقول I want to be told. I want to be told. انا عايز يتقال لي الحقيقه. I want to be told the truth. طيب test yourself. I don't want anymore. نفس الفيرب اهو want واحنا اتفقنا ان want بياخد to. اكسلنت عبد الرحمن قلبي. I don't want to be deceived. Very good عبد الرحمن. Also Veronica كاتبة مرة بي ومرة دي محتارة. لا هي to be deceived. To be deceived. Okay. Ms. Hiba. Verbs followed by infinitive in the passive changes to infinitive. زي لو نشوف الاكزامبل كده نفهم اكتر. يعني لو عندي افعال زي make و see و hear هيجي بعدهم infinitive في الباسيف لازم احط معاهم to بعد كده الانفينيتيف. May the teacher made us do the homework again. The teacher made us do. عندنا he made جاي بعدها verb infinitive. طب عشان احول الجمله للباسيف هعمل ايه؟ هقول we اللي هي us دي الاوبجكت اللي between made and do هحولها في مكان السبجكت بقى pronoun هتبقى we were made to do. مش هينفع اقول made do على طول والزقها في بعض. انا عندي في الباسيف في in between ال two verbs عندي object لكن ما اقدرش تحت في الباسيف اقول we were made do يعني three verbs كده ورا بعض بلا معنى. لا we were made to do the homework again. يعني زي
we were persuaded اجبروا او يعني made هنا to do the homework again. طب let's يبقى verb make في في الجمله الاكتف ما بيجيش مع to. She made me do the homework. لكن في الباسيف I was made to do the homework. Yes. Okay. شوف الاكزامبل. The thief was made. ادي هنا بقى ايه دي باسيف اهو. The thief was made. يعني هم اجبروه على الاعتراف ان هو يعترف بجريمته. The thief was made his crime. The thief was made. Confessed to confess. Confessing. Confessed. في معانا حد بيجاوب يا مستر سامي؟ طالما عندي باسيف was made. ما ينفعش اقول confess والمفروض made us او made the thief زي ما قلنا فوق made us هقول confess لكن ده بس على طول هختار to infinitive to confess. نفس الحكاية مس هبة برضو مع verb seen. نفس الحكاية he was seen. عبد الرحمن مجاوب بي. برافو عبد الرحمن. برافو عبد الرحمن. He was seen برضو نفس الحكاية عبد الرحمن عندنا verb see احنا فوق قايلين ايه make و see و hear الفربات دي ما بتاخدش to في الactive لكن في الباسيف تاخد to. He was seen to leave. To leave early in the morning. كمان هنا في نقطة مهمة جدا يا مس هبة. When we omit the relative لما بنحذف الrelative relative اللي هو which أو who أو كده. خدناهم قبل كده who which when why where خدناهم السيشن اللي قبل اللي فات. لو عندي جملة فيها passive وفيها relative clause أنا ممكن أحذف الrelative clause بس أعمل إيه في الجملة؟ لو حذفت الrelative بقى لازم كمان أحذف verb to be. هكتفي بالباست بارتيسيبل بس واستخدمه كانه ادجكتيف. يعني ازاي؟ شوف الجمله cars which are made in Japan دي الجمله فيها relative pronoun اهو which cars which are made in Japan. مالها cars which are made in Japan are high quality. طب لو انا حذفت which هل ينفع اسيب are made على بعضها؟ ينفع اقول cars are made in Japan are high quality؟ لا هحذف كمان are يبقى هقول cars made in Japan. هنا بكتفي بالpast participle بعتبره مس هبة كأنه adjective. cars made in Japan العربيات المصنوعة في اليابان are high quality. cars made in Japan ممكن أقول مثلا plays written by Shakespeare. يبقى أنا ممكن هنا إيه بدل ما أقول which were written أقول written على طول. يبقى دي نقطة مهمة وبتتكرر كتير يا أولاد دي في الامتحان. تيجي كتير جدا في الامتحانات يقول لك which made ولا يقول لك are made ولا يقول لك made بس. لا هتختار made بس. cars made in Japan. okay. test yourself. the cakes by my sister are delicious. عندي طالما عندي two sentences كده وما بينهم comma يبقى على طول المفروض كان في relative clause. يعني اروح ل which؟ لا ما ينفعش. طب which هنا ما فيش بعدها verb to be لان الجملة دي passive. the cakes هي اتعملت بمين اللي عملها؟ مين ما هو دي باسيف يبقى هروح ادور على ايه المفروض which are made. طب فين which are made مش عندي يبقى هو شال which. طب طالما شال which هيشيل معاها ايه تاني؟ حد هيجاوب؟ هنقول the cakes. جدو جاوب بي. نو قلنا لازم طالما which هقول دي باسيف هقول which are made. which are made لا ناخد بالنا لو هي ويت هتبقى فيها ار كمان. yes في student بس مش كاتب اسمه قايل ميد بس. excellent برافو عليك. برافو عليك. اسمعنا عشان نعرف بس مين الطلبه الجمال دول اللي شغالين معانا. excellent تمام. في ناس كاتبه ميد اللي هو اسم ميد هو مش كاتب يعني انا مش كاتب اسمه. تمام. تاني يا اولاد لو هي ويتش كانت لازم تبقى ويتش ار ميد. طالما حذفنا ويتش نحذف كمان فيرب تو بي. حتى ار ميد دي مش هينفع ناخدها. يعني يا اما اقول ويتش ار ميد على بعضها يا اما اقول ميد بس. كيكس ميد باي ماي سيستر يبقى الكيكس المصنوعه بواسطه اختي. انا بكتفي بالباست بارتيسيبل بس. مارو برضو مجاوب دي مظبوط. برافو مارو. فيري جود مارو. عندنا برضو هنا الفيربس اللي بيجي وراها جيراند او اين جي. افعال الشعور زي ما بنقول عليها love like hate. I hate people مثلا cheating me
أو I hate people laughing at me، أنا بكره الناس تضحك عليا تخدعني كده. الفيربز دي لما أجي أعملها passive، طالما هو بياخد ing زي ما قبل كده ميس هبة قالت لنا في present continuous، الفيرب ing ده بيتحول لإيه؟ بيتحول لبيينج. Being. فلما أقول I don't like people laughing at me هتبقى I don't like being laughed at. عشان أنا لازم أحول الفعل الأساسي للجملة لـ past participle. طب هتصرف إزاي؟ يعني أنا لازم عندي verb to be و past participle في الباسف. طب هودي فين الـ ing دي عشان أقول إن ده continuous؟ هجيب لها being بقى. I don't like being laughed at. ما بحبش يضحك عليا. I don't like being laughed at. طب نفس الفيربز دي مس هبه ممكن يجي وراها تو الانفينيتيف، واحنا اتفقنا تو الانفينيتيف دي بتتحول لايه على طول؟ لتو بي. يعني ممكن اقول I don't like to be deceived، يبقى هي ممكن تتحل بطريقتين I don't like being loved at او I don't like to be loved at. I don't like to be deceived I don't او I don't like being deceived. اللي موجوده فيهم بقى يعني انت تشوف الاختيارات مش هيلخبطك ويجيب لك التو اوبشنز، يعني هما الاثنين كوركت، انت تشوف المتاح فيهم عندك في الكويستشن ونختاره بالظبط كده. يبقى هو هيكون حاطط لك واحده بس فيهم فهتختارها. Test yourself. I don't like lies. I don't like، اروح على طول فين؟ تو او ing being فين؟ طب انا عندي two ing being told و being telling، طب انا هختار ايه؟ لا اختار اللي فيها past participle. I don't like being told lies، مروحش خالص لل ing، مش هحط two ing's ورا بعض. I don't like being told lies. طب number two كده يلا مين اللي هيجاوب معنا؟ I don't prefer what to do first. I don't prefer what to do first. عبد الرحمن مجاوب بيه يا مسز هبة to be told. Very good يا عبد الرحمن. Excellent. عبد الرحمن يا ميس هبة لاحظ حاجة مهمة جدا، ان لما اقول I like غير I'd like، لما اقول I love غير I'd love، هنا I'd prefer فعلا بتاخد to. I'd prefer to be told. انا هنا عندي two options موجودين، يعني كان ممكن يروح لبeing told. بالظبط كده، هو شاطر عبد الرحمن جدا وهو عارف ان I'd prefer دي بتاخد to، لكن لو كانت I prefer بس كان ممكن أقول I prefer being told. لكن I يا عبد الرحمن برافو عليك، أنا مبسوطة منك جدا أن أنت واخد بالك أن I prefer لازم تبقى to be told. Very good. Excellent. وممكن يا ميس الصباح يصعبها كمان في الامتحان نجيبها له في صيغة question. لو would you prefer تبقى الجملة أقوى كمان، خلي بالك. طيب بيقول لك as a rule we don't use the passive voice with let. احنا عادة يا اولاد ما بنستخدمش الباسيف مع كلمة let، تملي بنحولها في الباسيف ل allow أو permit، لكن في طبعا exceptions، كل حاجة بيبقى لها ايه؟ لها شواذ كده. يعني الرول الأساسي لما أقول مثلا my father let him drive the car، his father let him drive the car، فأنا لما أجي أحولها passive هقول he was allowed to drive the car، يبقى كلمة let هنا كلمة let اتحولت لإيه؟ ل allowed. He was allowed to drive the car. لكن في exceptions طبعا، في حاجات ممكن نستخدم فيها let في passive، فالتعبير ده he let me go ممكن اقول I was let go. خد بالك قوي بقى هنا دي غير make، يعني ما تقولش لا انا في passive let هحط لها to، لا هنا مش هحط لها to، I was let go، هيبقى الفيربين ورا بعض كده مسحب على طول I was let go. yes. طب كمان he let people cheat him، هو بيسيب الناس تخدعه كده وتغشه. he let people cheat him. هنا مهم جدا يا ميس هبه ان الفاعل هو المفعول، هو اللي بيسيب الناس وبيسيبهم يخدعوه هو. yes. فعشان كده انا بحط حاجه اسمها reflexive pronoun. reflexive pronoun. yes. عندي himself herself themselves حسب بقى السبجكت بتاعي. يعني اشوف ايه اللي يمشي معاه من الreflexive pronouns اختاره. انا عندي هنا هي هختار معاه himself. himself be cheated. برضو ملاحظين ان let يبقى لازم be على طول كده، انت يعني اول لما تلاقي let في الباسيف لازم هي be، ما فيش حاجة اسمها to be مع let خالص، هي let himself be cheated. be cheated. تفضلي مسابة. excellent. بعد كده عندنا don't let people cheat you. don't let yourself be cheated. دي نفسها بس انا عندي هنا ما فيش subject. انا don't let هنا مين السبجكت؟ دايما بيبقى يو، حد بيتكلم معاك انت، مفيش سبجكت، يعني مش زي الجمله الاولانيه هي let people cheat him. يبقى هدور على الريفلكسيف pronoun اللي لايق عليها اللي هي yourself. don't let yourself
be cheated. هي نفس ال sentence اللي من الصباح دلوقتي وضحتها لنا، بس باختلاف ال subject كان مين. he اخترت معاه himself. طب ما فيش he هنا، ال subject بتاعي ضمني you. don't let people cheat you. هقول ايه بقى؟ don't let yourself be cheated. انا عندي ال object you هيبقى yourself. طب عندي بعد كده second example لو imperative بقى، في امر open the door. open the door هحول open the door او حول اي imperative لايه؟ للت، وبعد كده احط الانفينيتيف بي والباست بارتيسيبل. let the door be opened. let the door be opened. طب the third example مع let. he let the bird out of the cage. هتبقى ايه؟ عادي باست سامبل عادي. the bird was let out of the cage. test yourself. don't let yourself. ها بقى بعد let هنقول ايه؟ عايزين نمشي faster شوية يا ولاد علشان الوقت بتاعنا. don't let yourself be bullied. ما تسيبش yes. نفسك حد ايه يتنمر عليك. don't let let the elderly. هنا برضو دي كانت جملة imperative ينتبه. أنا كنت أصل جملة أن أنا بقول لك respect the respect elderly. respect the elderly. فهنا yeah. لما بعملها passive هقول let the elderly people be respected. be على طول مش to be. اوعى حد يروح ل to be. be respected على طول. طيب ال passive construction إحنا هنا عندنا ال passive construction. yes. very important. يعني pay attention كده نركز فيها عشان نفهمها بسرعة. تمام. احنا عندنا هنا ال it is said. بكمل الجملة بذات، يعني اقول it is said that, it is believed that. لكن لو بدأت الجملة بسبجكت زي هي هقول he is said to. فالكلام ده بقى ماشي مع any verbs. think, say, believe, suppose, suggest. فلما اقول it is believed, it is thought, it is suggested. شوف كده الـ example. people say that he lives abroad now. لما اجي اعملها passive people say هتبقى it is said. طب لو عملتها بالطريقة الثانية هقول he is said. ملاحظين ان احنا محافظين على الـ passive verb to be والـ past participle. بس لو بدأت بـ he مش هكمل بذات بقى، هكمل بـ to. he is said to live abroad. example يعني الثاني. انا عندي two options في الـ constructions. لما يبقى عندي جملة فيها that اعمل فيها ايه؟ يا اما انا باخد الجزء الاولاني من الجملة اللي قبل that اللي هو people say واعملها passive اقول it's said واكمل جملتي عادي that he lives abroad now بدون اني تغييرات. طب لا انا عايزه اخد ال object اللي هو he استخدمه اللي في الجمله الثانيه he is said استخدمه بقى ما فيش that هنا. طالما جبت من الجمله الثانيه ال subject بتاعها he lives abroad now واستخدمته في الباسيف هقول he is said to ما فيش that to live abroad now وعلى طول infinitive. ما عنديش انا خلاص عملت الباسيف في الجزء الاولاني هي از سد واحط تو انفينيتيف واكمل جملتي على طول. هتوضح اكتر معاهم في السكند اكزامبل. people believe that he is the hero of the town. يا اما هاخد الجزء الاولاني people believe that واعملها it is believed that بس verb to be مع it is would believed وبعد كده اكمل جملتي عادي. طب هستخدم السبجكت اللي بعد that اللي هي هعمل ايه؟ هستخدم to. خلاص بلغي that. he is believed to be. على طول الانفينيتيف بتاع الفيرب اللي في الجملة الثانية. to be the hero of the town. طب نشوف كده test yourself ونشوف الطلبة كده got the point. عندنا بس حتة الباست. in the past. yes in the past. ان لو كانت الجملة الثانية نسيبها past فبدل ما اقول to الانفينيتيف هقول to have والpast participle. نشوفها كده في الجملة. يعني بيقول لك people claim that he left. شايفة هنا نسيبها left past. يس yes. هنا مش هحطها تو انفينيتيف على طول. شايفين هنا بقى في الباسيف نمبر 2 هي از كليمد تو هاف ليفت. يبقى انا هنا لما قلت ات از كليمد ذات دي عاديه خالص. لكن هنا لما قلت هي از كليمد مش هقول تو ليف هقول تو هاف ليفت عشان احافظ على زمن الجمله باست اجيب حاجه ثانيه انفينيتيف فهستخدم هاف هنا. كمان لما يكون في البريزنت بيرفكت نفس الحكايه. الاكزامبل الثاني people think that he has deserted his family. has deserted present perfect. yes. برضو هنا لما هعملها هقول to have deserted. yes. okay. طيب test yourself. the rate of the crime to go down.
عايز اقول معدل الجريمه متوقع ان هو ينخفض. The rate of the crime is expecting, is expected, has been expecting, expected. عايزين نمشي فاستر شويه نسيبها علشان الوقت. احنا هنا عندنا it is expected, is expected. عشان ده passive. ممكن حد من الطلبه كده يتعامل معلش عشان احنا الوقت عندنا قرب يخلص. Please to be constructive. احنا هنا دي جملة ثانوية عامة يا اولاد، دي جت ثانوية عامة قبل كده. عايزة اقول السلام بيقال عنه ان هو بناء، ان هو بيبني. Peace is said يقال عنه. برضو هنا الجملة بدأت هيت على طول اعرف ان هو عايز passive. على طول ادور على أيوة. is والverb past participle is reported. It is reported. تمام. طب عندنا بقى درس مهم جدا اللي هو يونت 9 الكوزيتيف. الكوزيتيف ده يا اولاد درس سهل جدا وجميل جدا. انا لو بتكلم الكوزيتيف اكتف يعني انا عايزه شخص يعمل لي حاجه. لو بقول اي هاف وراها شخص سبجكت، اي هاف سام وان، زي اقول اي هاف ا ميكانيك ريبير ماي كار، انا جبت الميكانيك عشان يصلح لي العربيه. اي هاف ا ميكانيك ريبير ماي كار. شايفين هاف هنا بيجي وراها فيرب انفينيتيف من غير تو. I have a mechanic repair. طب لو قلت I get، هقول I get a mechanic to repair. يبقى أنا بحفظ كويس قوي إن verb have هيجي وراه لو شخص، لو بني آدم هيجي وراه verb infinitive. أما لو get وجا وراه شخص هيجي to والinfinitive. تمام؟ طب هل معنى القاعدة دي يا مس صباح إن الشخص السابق لل have أو get هو اللي خلى السبجكت بتاعنا اللي هو الميكانيك ده اللي يعمل الفعل؟ يعني هو زي كان السبب بتاع كوزيتيف جاي من كوز، السبب ان هو يعمل الفعل. انا خليته يعمل لي الحاجه دي، انا جبته خليته يعمل لي الحاجه دي. وده مس هبه مره جاب لهم في الامتحان التجريبي، جاب لهم ايه؟ ان انا I made the dinner by myself. فهنا ما ينفعش ابدا ان انت تقول ايه I have the dinner done. ما ينفعش لان ده بيقول لك by myself، انا عملته بنفسي، يبقى I made the dinner. يبقى انت خد بالك قوي ان الكوزيتيف معناه ان انت جبت حد او خليت حد يعمل لك حاجه، مش ان انت عملتها بنفسك. ويا ميس هبه عايزين ننبههم كمان ان مش بس الفيربين دول، طبعا الفيربين دول اهم حاجه، دول اللي عندنا في المنهج ودول اللي تملي بيجوا. بس افرض انا ما لقيتش هاف بتدي نفس المعنى، افرض يا ميس هبه صعبه عليهم شويه وما جاب لهمش هاف، فممكن ميد. احنا خدنا ميد قبل كده، فلما اقول مثلا بيني ويل هاف هير هاسبند سيل ذا هاوس، بيني هتخلي جوزها يبيع البيت. طب ممكن اقول بيني ميد هير هاسبند سيل ذا هاوس، او بيني ليت هير هاسبند سيل ذا هاوس. فيبقى انا عندي حاجات زي هاف ما بتاخدش تو زيها زي هاف كده. Yes. وكمان في حاجات زي جت. جت بتاخد تو، فاقول بيني ويل جيت هير هاسبند تو سيل ذا هاوس. طب افرض انا مش لاقي جت، مش لاقي جت، ممكن الاقي وانت، الاو، بيرسويد. اقول بيني زي ما ميس هبه بتقول معنى الكوزيتيف ان انا اقنعت حد، قلت له اعمل لي الحاجه دي. يبقى بدل ما اقول بيني جيت هير هاسبند تو سيل ذا هاوس، ممكن اقول بيني بيرسويدد هير هاسبند تو سيل ذا هاوس. تمام. يبقى انا لو عندي الكوزيتيف اكتف، تاني نراجع الرول، ان هاف بتاخد الفيرب انفينيتيف، جيت بتاخد تو الانفينيتيف، ده في حاله الاكتف ان انا بجيب شخص يعمل لي الحاجه. طب لو انا بقى عايز اقول انا خليت الحاجه دي تتعمل، ده الباسيف الكوزيتيف. احولها للباسيف. اتفضلي يا مسام. هنا بقى ما بفرقش ما بين هاف وجيت، انا كان عندي في الاكتف جيت في معناها تو. طب لما يجي حاولهم للباسيف الاثنين بيبقوا زي بعض. I have my car repaired أو I get my car repaired. يعني أنا بستخدم بعد إذنك رودي. yes. رودي رودي مش فاهم الجزء اللي فات، في يعني يا ريت يعني إيه الكوزيتيف. نرجع لها. نرجع لها تاني. تاني بالراحة بالراحة. الكوزيتيف معناه إيه يا رودي؟ الكوزيتيف ده الكوزيتيف معناه إن مش أنا اللي عملت الفعل، لا أنا جبت حد يعمل لي حاجة او اقنعت حد يعمل حاجه. بعد اذنك من اول جيت وهاف اللي هي urging someone to do something، لما احس حد ان يعمل حاجه عشان نفرق ما بين الاثنين. يس الكوزيتيف. احنا بنعمل ايه؟ انا دلوقتي الطبيعي ان انا اللي بعمل الفعل او السبجكت هو اللي بيعمل الفعل. طب انا لو عندي تو سبجكتس، يعني ايه تو سبجكتس؟ يعني انا وحد تاني عمل لي الحاجه. انا خليت ماما تعمل لي كيكه، انا خليت اخويا يوضب لي الاوضه. انا هقولها ازاي دي؟ بستخدم حاجه اسمها كوزيتيف اللي هي المسبب. انت كنتي سبب ان حد يعمل الحاجه دي. I have او I get. طيب او اي سبجكت تاني زي الاكزامبلز اللي تحت، بيني هاف او بيني جيت. اقول هي هاف او هي هاز بقى او هي جيتس. طب
في اي زمن برضو ممكن اقول had او got، مفيش مشكله عندي خالص. وبعد كده السبجكت بقى اللي قام بالفعل الاساسي، يعني عندي الفعل الاساسي بتاع الجمله اللي هو repair، مش هو have ولا get، ده هو انا بقول ان الفعل ده تاني مش هيبقى علشان طب نلخص بس كده عشان رودي ما تتلخبطش. احنا رودي بنقول لو انا جبت حد يعمل لي حاجه، لو استخدمتي حبيبتي فيرب هاف يبقى مش هتحطي وراه تو. I have a mechanic repair. I have a woman clean the house. I have someone repair my watch. يبقى انا لو قلت I have وراه شخص هحط فيرب انفينيتيف. اما لو حطيت verb get هحط to الانفينيتيف، فهقول I get a mechanic to repair. I get someone to clean the house. I get a dentist to pull my teeth. خليت ايه الدنتست يخلع لي سنتي. يبقى انا لو قلت get هحط to، لو قلت have مش هحط to. ده كل اللي قلناه رودي، ما قلناش حاجه اكتر من كده. بس احنا قلنا ان في فيربات زي have وفي فيربات زي get. في فيربات زي have ما بتاخدش to اللي هي make و let، وفي فيربات زي جيت ما بتاخد تو زي want to allow و pursuit. تمام؟ اما في الباسيف كانت بتقولوا بقى مس هبة I have my car repaired. I get my car repaired. تفضلي مس هبة. احنا قلنا في الباسيف بقى خلاص الاثنين بتساوي ومفيش تو عندي هنا خلاص. ليه؟ لان انا الاثنين زي بعض. الفيرب الفيرب يبقى باست بارتيسيبل، ما عنديش تو خلاص. هقول I have my car اللي هو الاوبجكت اللي كان في الجمله. احنا قلنا I have the mechanic fix my car او repair my car. طيب يبقى انا عندي هنا بقى الفعل فين؟ repaired، هستخدمه past participle. والobject بتاعي اللي هي my car خلاص الميكانيك اللي هو السبجكت ده انا مش هتكلم عنه، هقول I have my car repaired او I get my car repaired. الاثنين اتساووا، ما عنديش هنا تو خالص. يبقى بعد have او بعد get طالما حطيت الobject هحط past participle على طول. I have my car repaired. I get my car repaired. Test yourself. Say another example. تمام. Test yourself. I will get a mechanic. طبعا أنا عندي get على طول. عندي get. Get يبقى أنا هستخدم فيه. وعندي subject. الميكانيك أهي موجود. يبقى هستخدم مع get to repair. جميل. My mother need to help her. عندي هنا مسيبة to her. عندي to. هو شايل يعني مبدلين ما بين 1 و 2 حاطين 2 هيلب. ها فايه اللي ناقص؟ يبقى لازم ادور على حاجه من اللي بتاخد 2. مين بقى اللي بياخد 2؟ got. yes. my mother got me to help her. فيرونيكا مجاوبه نمبر 1 دي يا جماعه. هنا مسيبه ما فيش شجع في فيرونيكا. فيرونيكا نمبر 1 دي. فيرونيكا برافو يا فيرونيكا. عايزين رودي يجاوب عشان عبد الرحمن انها فاهمه. تمام. Yes. هنا هنا هذا teacher. نمبر 3 عندنا مستر كوبي. كوبي. كوبي ما فيش تو. عندنا هنا كوبي فيرب انفينيتيف ما فيش تو. استخدم had. يا رب تكون النقطة دي وضحت لرودي. تمام. احنا كده we have finished the grammar. عندنا exercise. ممكن نروح له. ممكن quickly كده الاكسرسايز هنا نشوف برضو تجاوب الولاد معانا. drive carefully here because the road. درايف كيرفلي، سوق كويس هنا علشان الرود بيحصل له ايه دلوقتي؟ الرود انا ده يعني مستحيل هو هيصلح نفسه. ها هيعمل ايه الرود؟ ها وكمان مش في الماضي السابق، ده اكيد بيتصلح دلوقتي عشان كده بقول لك درايف كيرفلي. درايف كيرفلي هير بيكوز ذا رود. في اجابات مستر اسامه حتى الان؟ لا مس. بيكوز ذا رود جدو مجاوب حاجة قبل كده اللي هي yes. سي excellent عبد الرحمن is being repaired. excellent عبد الرحمن is being فيرونيكا برضو مجاوب. فيرونيكا excellent. excellent good job. the next question. طبعا احنا الإجابة is being okay. Hala's cousin to the station so he can take the train to Alexandria. Hala's cousin شو اللي هياخد؟ ده هيتاخد، حد هياخده كده يوصله للستيشن. Hala's cousin to the station so he can take the train to Alexandria. Hala's cousin is going to be taken. Is going.
is going to take. انا عندي is going to والاثنين ينفعوا في الفيوتشر بس ايه اللي انا لازم يكون فيه past participle. طب فين الاوبشن اللي فيه past participle في الباسيف؟ هيبقى is going to be taken. Is going to be taken. Okay, next we can't get on the plane yet. مش نقدر نطلع الطيارة دلوقتي. ليه؟ أصل بيحصل لها إيه الطيارة؟ It is cleaning. It is cleaning. أنا عندي yet. ياخدوا بالهم إن في هنا yet. Yet. فدايما هروح لإيه؟ لا هو طبعا yet هي لسه بتتنظف في الحسابة. يعني هي بتتنظف دلوقتي. دلوقتي. Yes, دلوقتي. من غير ما يقول لهم now بس هي تمنع كده. دي تريك يا مس صباح يعني it tricked me. It's a trick. Can't trick the student. Yes. طبعا it's a trick. فهي طبعا ايه it's being clean. It's being clean. It's being cleaned. Yes. The old hotel as a museum in the future. In the future. برضو هدور على الباسيف. Could use, could be using, could be used, could have used. طبعا هي هتبقى could be used. Okay. There is a hole in the roof which needs. محتاجة ايه بقى؟ محتاجة needs. كلمة needs من الحاجات اللي احنا قلنا بتاخد to. ولو to يبقى لازم وراها to ايه؟ to be. To be يبقى needs to be looked at. Needs to be looked at. ولو ما فيش تو يا مس صباح هيبقى جيراند على طول. هتبقى needs cleaning. needs repairing. Very good. I wouldn't like giving instruction. هنا بقى انا ما بحبش حد يديلي تعليمات. I wouldn't like. فاكرين بقى مين اللي قال لنا وانا قلت له برافو عليك كان عبد الرحمن ولا مين؟ I wouldn't like. I wouldn't like. مين الشاطر اللي قال عبد الرحمن فيرونيكا؟ عبد الرحمن كاتب ايه اجابه وفيرونيكا ايه و برافو عليكم يا اولاد. I wouldn't like to be given instruction. I don't want برضه كلمه want من الحاجات اللي بتاخد ايه؟ بتاخد to. I don't want anymore. To be deceived. انا مش عايزه برضه حد يخدعني تاني. I don't want to be deceived. I don't like كلمه like بقى من الحاجات اللي بتاخد ايه؟ بتاخد جيرم بتاخد اي ان جي. After the death of her husband, ده بقى هنا في عندنا two actions في الباست. After the death of her husband, the poor woman was sued. لا ده الباسيف كونستراكشن يا اولاد. ده الباسيف كونستراكشن. After the death of her husband, the poor woman was sued. Was sued ايه بقى؟ هي بيعتقد ان هي ايه؟ To have suffered. She was yes. so to be suffered. يمس بصي انا عندي هنا ايه؟ To be suffered. علشان ده في الباست. عشان دي حاجة. Yes. ايوة. علشان دي حاجة في الباست. فاحنا قلنا لما يكون في الباست بقول to have والباست participle. To have suffered. خد بالي لان انا هنا ممكن استخدم يعني يروحوا بسرعة to be suffered ويقولوا لا ده في هنا passive برضو. لا. هنا في كلمة يلتا هي ميس هبة. جدو مجاوب دي وعندي ورجع صحح تاني سي. تمام. طب our house decorated yet. عندنا هنا كلمة yet. يبقى هقول our house decorated yet. كلمة yet هنا بقى دي اهو كي وورد بتدل على هنا واضحة بقى. ايوه هنا واضحة ان دي علشان hasn't been. The police said that the windows before the thieves went into the building. هنا بقى عندنا كلمة before keyword قبلها هي الباست بيرفكت بس عايزين الويندوز مش هي اللي هتكسر نفسها دي هي كسرت ذا ويندوز ما اروحش ال had broken اخد بالي هي مش had broken هي had been broken دي بس مس الصباح عن مس سيبا we are running out of time because طيب can skip the exercise and go to the next هي كده هم ممكن يعملوه عندهم الاجابات هنا هيقدروا ان هم يشوفوها كلها تمام ف let's go on to the vocab okay quick scanning for the vocabulary it's very simple هنعمل okay. quick عندنا unit 7 reach for the stores okay Ms. Heba the first word is launch. Yes launch launch is a verb it's different طبعا of course من كلمه launch launch دي حاجه اللي هي ATU الثانيه and the verb معناها to start something كمان like عايزين نقول لهم ان launch مش بس مع روكيت او ساتلايت او سبيس شيب لكن ممكن اقول launch fashion يعني ممكن اقول the fashion house is launching the new collection
Yes, how the program was launched a year ago. Launch to start. Okay, leak. What about leak? Leak ممكن تبقى now. Yes, like a leaking pipe. دايما ماما في المطبخ كده بتشتكي وعايزة سباك. ها؟ A leaking pipe. ممكن تبقى كمان. Yes. Leak تيجي بمعنى تسريب. يعني to get out a secret or to release a secret. ليها two meanings. ممكن تبقى بمعنى. في مشكلة صحفية تسهبها اسمها ويكيليكس. ويكيليكس بتسرب تسريبات كده سياسية، فهي ايه؟ leaking the information، يعني بتسرب المعلومات. mission طبعا مش عايزين نقول لهم ان mission تفرق عن task، يعني task مهمة وmission مهمة، لكن task دي بتبقى ايه؟ حاجة بسيطة. يعني ماما قالت لي مثلا task بتاعك النهاردة انت هتعمل الحاجة دي، لكن mission دي حاجة mission. يعني ما اقدرش اقول يا مس صباح rescue task. A rescue الجيش مثلا طالع، the army is out for a rescue mission، حاجة تبقى بالضبط. أو space زي ما احنا شايفين في الفوتو هنا ان دي mission in the space، ما ينفعش اقول عليها task طبعا. weightless طبعا احنا في السبيس بيبقى without weight، بنبقى weightless. ومس هبه عايزين نقول لهم تملي ان ال LESS دي بتنزع الصفة، يعني weight الوزن. طب weightless عادين الوزن زي ما اقول care. يعني معناها less، معناها without weight. تمام. طيب يبقى being without weight. distance. distance طبعا دي noun والadjective منها distant بالt، distant بعيد، لكن distance ده noun. زي ما اقول distance learning، احنا اللي احنا بنعمله دلوقتي ده ايه؟ the distance learning، تعليم عن بعد. اوكي. gravity. gravity is something that we find here on earth but we can't find on the moon. دايما gravity او zero gravity. وطبعا نيوتن طبعا هو اللي اكتشف الهابل. hopeful. hopeful مليء بالامل، full of hope. عكسها يبقى hopeless. hopeless يبقى without hopeful. hope. without hope. hopeful يبقى full of hope. horrible. horrible ده شيء فظيع. something unpleasant. yes. very bad. horrible. representative. Again, represent. Represent as a verb. Representative. مندوب. The person who represents something. أو مندوب. Country. مندوب بيمثل حد أو مندوب أو كده. توريزم طبعا كلنا عارفينها، وتوريست اللي هو السائح، وتوريزم طبعا السياحة، البيزنس نفسه of organizing travel. Yes. تمام كده. This is the word of Unit 7. What about Unit 8, Miss Hebba? Space Odyssey. Yeah. What's Odyssey? Odyssey. The word Odyssey. This is a word for a long journey. يعني Odyssey دي نفسها a space. Odyssey دي معناها a long journey with many interesting and exciting experience. انت في رحلة. طالما. Yes. طب طالما حضرتك قلت لهم space Odyssey اللي هي long journey in space، وعادة كمان ان هي Odyssey long journey which change fate and it's full of events، بقى فيها احداث كتير وممكن تغير قدر البني ادم وكده. طيب ممكن نقول لهم سرعة كده برضو ان في كلمات تانية بمعنى journey، عندنا كمان flight اذا كانت رحلة طيران، عندنا voyage اذا كانت رحلة بحرية، عندنا picnics. Cruise. For the okay. Consultant. Consultant, the person who we go for advice. We must ask for the advice of a design consultant. حد بتروح تاخد نصيحته في حاجة زي مستشار استشاري، اخصائي في حاجة معينة، يبقى هو عنده expert. expert. Yes. هو خبير في الحاجة دي. Technician. عندنا هنا التكنيشن الشخص الفني اللي هو بيعرف يصلح حاجة في الكهرباء في الميكانيكا في كده، ده تكنيشن بيشتغل بإيديه بيعمل حاجة practical. technician a person who does skilled practical work. foundation. foundation. طبعا foundation دي أساسة like منظمة زي organization. basis طبعا ده الأساس. ممكن تجيب معنا another meaning a basis. foundation بمعنى الأساس بتاع حاجة. emergency. emergency دي حاله طوارئ. emergency. medical emergency needs urgent surgeries مثلا. emergency بسرعه رايحين على الامرجنسي، في اصلا يعني ديبارتمنت كامل في المستشفى اسمه emergency. interrupt ما اكونش عايزه حد يقاطعني اقول له please don't interrupt me. interrupt يبقى حد بيقاطع حد في الكلام
او في الشغل او كده. break into someone's conversation، شايف هنا في الصوره بيحاول ان هو يقاطعها وهي مش حابه ده، فبتقول له don't interrupt me. yes. pressure طبعا pressure، يعني to put pressure on someone to make him feel stressed. طبعا كلنا قبل الامتحانات بيبقى حاسين ببريشر، حاسين في ضغط جامد علينا. يبقى الفيرب منها بريس والنون بريشر. ممكن كمان يا مس هبه اقول بلاد بريشر، ضغط الدم. ممكن اقول اير بريشر، ضغط الهواء. زي ما هنا بيقيس اهو ضغط الدم. كنترولز طبعا ممكن تيجي فيرب كنترول يتحكم، لكن كنترولز هنا جايه نون، اللي هي الحاجه اللي بتحكم فيها، الزراير او الدراعات او الحاجات اللي انا بتحكم بيها دي. take control of something، to take control like we regained control over Sinai مثلا in the war previously. هي بس كمان يا مسبكه جايه لهم في الدرس بمعنى الكنترولز اوف ذا ماشين، اللي هي زي yes. ايه زي البتنز اللي زي الزراير yes. او الحاجات اللي بتحكموا بيها. horrified طبعا زي terrified، إن هو مرعوب من حاجة، شوكد مصدوم جدا. وثريتن بمعنى بهدد حد بقى بحاجة، إن أنا ماسك عليه حاجة بهدده بحاجة. To be danger to. Zero gravity طبعا احنا قلنا gravity قبل كده الجاذبية. Zero gravity at the moon. The astronauts go for a zero gravity conditions. مفيش جاذبية. تمام. Unit 9. And these are the words of Unit 8. Let's go for Unit 9. Science and scientists. Illness. طبعا illness كلنا عارفينها ده disease. Like cancer, like diabetes. Diabetes اللي هو مرض السكر. دي كلها disease أو illnesses. Cause هنا طبعا المسببه ممكن نستخدمها فيرب وناون، يعني كوز ممكن تبقى بمعنى يسبب وممكن تبقى السبب نفسه. طب بتاخد بريبوزيشن ايه؟ بقول ذا كوز اوف، لكن بقول ذا ريزن فور. ناخد بالنا هنا ان لو جايب فور هتاخد ريزن، لكن لو جايب اوف هتاخد ايه؟ ذا كوز اوف. انستول تو بوت وايرز or to put pieces of equipment. يركب يعني عايزين حد يركب لنا مثلا air conditioning، فأقول مثلا we will get someone a technician to install the air conditioning. Link طبعا to connect something. Connect link means بنبعت اللينك بتاع، تستخدم برضو بالمعنيين verb أو noun. وممكن يبقى في connection أو link between people between countries. Mast طبعا ده اللي هو the tall metal tower. Signal tower اللي دايما بتاع الاتصالات ده اللي ده اللي بيقوي الشبكه، بيقوي السيجنال بتاعه الموبايل. مليان اريالز كده وكله بيدي سيجنال، اهي كلمه سيجنال يدينا بقى الايه السيجنالز بتاعه. هو بيكون دينجرس شويه وممكن السيجنال دي تكون فيها هارم يعني لاور هيلث. Invisible كلمة مهمة قوي. Invisible or impossible to see. يعني أقول مثلاً من سبق أقول مثلاً كورونا فيروس is invisible. طبعاً yes. هو invisible ما نقدرش نشوفه، لو كنا عارفين نشوفه كانت الأمور اختلفت. يعني impossible to see يبقى invisible عكس visible. Visible إن أنا أقدر أشوفه. طب invisible ده can't be seen. Gain like to gain weight. You must be careful. Gain to obtain يعني تزيد حاجة أو تكسب حاجة. زي هنا كده gain weight. وكمان الناس هبة نفرق لهم بين gain و earn. إن earn تملي، earn money، earn a living. لكن gain حاجة معنوية أكتر، فممكن أقول gain knowledge، gain someone's love. Yes. Process. Changing reality. ممكن تبقى verb وممكن تبقى process noun. وفرق بينها برضو process وهي noun بتبقى عملية يعني خطوات، يعني أقول the process of making paper. لكن أقول مثلا operation دي عملية جراحية، لكن لما أقول process زي process of making paper، the process of photosynthesis عملية البناء الضوئي مثلا، وتيجي process verb كمان. Yes, the last word is release. Release means to give out, to let go. يعني زي ما شايفين هنا he let the bird go يعني he released it. وممكن اقول برضو release the air, release the oxygen. يعني ممكن اقول the tree release oxygen.
اوكي نشوف بقى تيست يور سيلف. Out of time مستر أسامة is giving us a note. We are we must finish so we can get to the yes finish time. Without the translation. Yes, that we can go for it. Many useful information today with us. Thank you and goodbye. Thank you, Ms. Sabah. Thank you, Mr. Usama. Thank you, Mr. Usama. Thank you, Mrs. Sabah. And good luck for all our students. Goodbye for now and see you next session. Goodbye. Goodbye.